التوزيع الخاص باللمبه. طبعا من ناحيه السبوت لايت اللي هي الجي يو 10، تمام، ده بديل للمبات الهالوجين، ده بديل للمبات الهالوجين، تمام، بتشتغل على التيار اللي هو ال 220 فولت مباشره، ما بتطلعش حراره، تمام، فدي مهمة جدا ان هي درجة الحرارة اللي بتطلع منها قليلة جدا او تقريبا ما بتطلعش حرارة. العمر الافتراضي بتاعها يا شباب 30,000 ساعة، برضو استهلاكها اقل 15% من اللمبات التقليدية، بتعمل بكفاءة 100% عند التشغيل، مناسبة مع اطارات الزامل للاسقف المستعار. طبعا هما بيستخدموها كتير جدا في زي ما قلنا في الشرح بتاع الكتالوجات بتاعة الجزء بتاع الزامل في الاسقف المستعارة، هما بيستخدموا في الاسقف المستعارة اللمبة دي، تمام، اللي زي ما احنا شايفين كده الطول بتاعها هنا 59، طبعا ممكن تبقى 59 او 60 عشان في بلس واحد هنا، الفاي اللي هو 46.5 الداخلي، وبعد كده الفاي الخارجي عشان الجزء اللي بره ده بيبقى 50 مللي. طبعا زي ما قلنا الستاندرد بتاعنا البيز، تمام، جي يو 10، جي يو 10 عشان كده احنا سميناها سبوت لايت جي يو 10، تمام. بعد كده الدايمنشنز بتاعتي، تمام، زي ما شايفين كده 50 في 59، ادي 59 وادي ال 50، تمام. بعد كده الاي بي داخلي 20، السي ار اي 80، البيم انجل 36، ده بيبقى فوكست، تمام، لايتنج يعني اضاءه مركزه او كونسنتريتد لايت بنسميها، اللومن بتاعها بيبقى 900 لومن او 850 لومن، حاجات الاصدارات بتاعتهم قريبه من بعض في اللومن. بعد كده الفولتج بيشتغل على اي سي 100 و240، ده معناه انه بيشتغل على 110 و220، اللايف تايم 30,000 ساعه، في منها 9 وات، تمام، الباور اللي موجوده. طبعا هتقول لي هنا ايه الاختلاف، اقول لك والله دي 50 في 59، بس هنا في الاختلاف في درجه اللون، اللي هو في منها اللون الابيض النهاري وفي منها 4000 كلفن اللون الاصفر المبيض بيسموه، او بعد كده اللون الاصفر اللي هو ال 3000 كلفن او بيسموه طبعا ال 4000 ده اللي هو اللون الكريمي شويه، تمام.